ينتمي البونوبو واسمه العلمي بامبانسيكس إلى فصيلة القرود، ويعد الشمبانزي قريبه الألتق صلة مع وجود بعض الاختلافات في الشكل والعلاقات الاجتماعية، حيث يزن ذكر البونوبو البالغ حوالي 45 كيلوغراماً وبرغم الطول 131 سنتيمتراً، وتزن الأنثى البالغة حوالي 34 كيلوغراماً بطول يقارب 128 سنتيمتر. يتميز البونوبو عن الشمبانزي بحجم أصغر ووزن أخف، كما تتميز قردة البونوبو بعلاقاتها الاجتماعية والعائلية، فتتشارك الأمهات وأبناءهن الذكور السلطة في مجتمعهن، بينما تغادر الفتيات اليافعات المجموعة بين سن 6 و9 ليلتحقن بمجموعة أخرى. تتسم إناث البونوبو بقوة الشخصية وامتلاك السلطة على أبنائهن من الذكور، ويعيش قرد البونوبو حتى سن 40. البونوبو موطن أصلي واحد يقع في جزء من غابات جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعلى الرغم من التشابه الشديد بين الصفات الاجتماعية للبونوبو وتلك لدى البشر، إلا أنها تعد من القردة المهددة من قبل البشر بحسب القائمة الحمراء للكائنات المهددة بالخطر الصادرة عن الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية IUCN. تعتبر مجتمعات البونوبو من المجتمعات الأكثر طيبة وتعايشا، فهم القردة الوحيدة التي لا تقتل والمعروفة بالقردة التي تمارس الحب لا الحرب، بعكس قردة الشمبانزي التي تنهي جميع خلافاتها بالقتال. وتعكس البونوبو في تصرفاتها طبيعتها التشاركية والاجتماعية، فتتشارك الموارد وتتعاطف مع أي قرد بونوبو غريب. عند مراقبة قردة البونوبو في موطنها الأصلي، لوحظت لغة للتواصل تستخدمها هذه القردة للتحدث في مواضع مختلفة، كتلك عند تناولها للطعام أو عند الاستراحة أو عند الشعور بالخطر. صوت الزقزقة أو التصفير، هذا أقرب ما يكون إلى لغة الرضاع عند البشر، وهو صوت حاد بترددات عالية يصدر من البونوبو بفم مطبق ولفترة زمنية قصيرة. قام الباحثون المختصون بمراقبة هذه الأصوات الصادرة عن البونوبو في حالات متعددة، كتلك عند إيجاد الطعام أو في حالة الترحال أو عند التنبه للخطر، وأوضحوا في دراسة نشرت في مجلة بيرج في شهر آب من العام الحالي بعنوان Functional Flexibility in White Bonobo Vocal Behavior أن قردة البونوبو قد أصدرت أصواتا مختلفة بشكل أو بآخر في كل مرة وفقا لسياق الحديث. تلقي هذه الدراسة الضوء على النظرية التي تقترح وجود رابط بين لغة الرضع عند البشر وبين التطور الوظيفي للغة عند البشر. فكما طورت هذه الحيوانات الرئيسية طرقا لاستخدام أصواتها بترددات مختلفة بحسب سياق الحديث، أي بحسب حاجاتها ومتطلباتها، وكذلك فإن الرضع عند البشر يستخدمون لغتهم الخاصة قبل البدء بالنطق، يعبرون بطريقتهم عن استيائهم أو عن رغبتهم باللعب أو عن العديد من المشاعر والآراء الأخرى. قبل القيام بدراسات متخصصة دقيقة كهذه، اعتقد العلماء أن أصوات التصفير عند البونوبو متعلقة بالطعام فقط، لكن التعمق في مراقبة الإشارات الصوتية الصادرة عنها أظهر تنوعا وظيفيا متعلقا بسياقات سلوكية متنوعة، وهذا ما يبرهن على وجود التنوع نفسه عند لغة الرضاع عند البشر. قد توجد صلة أوطد بين الأصوات التي تصدرها الحيوانات الرئيسية للتواصل وبين اللغة التي نستخدمها نحن البشر، وما تقترحها الدراسات في هذا المجال هو وجود مرحلة مرت بها اللغة تتوسط مجموعة الإشارات الصوتية التي تستخدمها تلك الحيوانات من جهة واللغة التي يستخدمها البشر من جهة ثانية. وفهمنا الأعمق لهذه المراحل سيساعدنا على فهم أصل اللغة والهدف من استخدامها، وعندها لعلنا لن نقف حائرين أمام رضيع يحاول التعبير عن سوء معاملته أو عن طعم الطعام الرديء أو عن رضاه عن حرارة المياه في حوض الاستحمام.